سخط شعبي متصاعد جراء سلسلة الانتهاكات الإرهابية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق أبناء عزلة الحيمة شمالي تعز، جرائم إبادة يندى لها الجبين طالت كل فئات أبناء المنطقة، ما خلق حراكا تصعيديا في سلسلة احتجاجات شهدتها المدينة، دفاعا عن كرامة الإنسان وإنسانيته، بحثا عن حقوقنا الأساسية، تذكيرا للمجتمع الدولي الذي يتباكى على حقوق الإنسان بقضايا أقل شأنا من هذا، تذكيرا به له بأن هنا إنسانية تذبح من الوريد إلى الوريد. أحد عشر شهيدا وأكثر من 30 جريحا وما يقارب من 200 مختطف بينهم أطفال، إضافة لمداهمات استهدفت أكثر من 205 منازل وتدمير قرابة 30 آخرين، أرقام لحصاد الحملة العسكرية التي نفذتها الميليشيا على المنطقة منذ 6 من الشهر الجاري، بينما المبعوث الأممي لا يرى في هذه الانتهاكات ما يدعو لوصفها بالإرهاب. نحن نسأله، نتوجه إليه بالسؤال، إن لم يكن هذا هو الإرهاب فما هو الإرهاب؟ تتكرر الدعوات الموجهة للعالم الدولي ومنظماته الحقوقية بسرعة وضع حد لإرهاب الميليشيا وإنقاذ المدنيين من جرائمها الوحشية. تنديد مستمر بجرائم ميليشيا الحوثية الإرهابية بحق أبناء عزلة الحيمة يرافقه استنكار واسع لموقف المبعوث الأممي والذي يصفونه بالتماهي مع جرائم الميليشيا، فمن ينقذ أبناء الحيمة من جرائم الإبادة التي تمارس بحقهم في ظل صمت دولي منقطع النظير؟ أيمن قائد، يمن شباب، تعز.